الدورة 18 للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون قد اختتمت شغلها ظهر أمس بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة تحت رئاسة الوزير الأول السيد يحيى والحدامينة ونظيره الجزائري السيد عبد الملك سلالة. تقرير مفادنا الخاص أحمد دول شريف المختار. اجتماعات بقصر الحكومة أشرف الوزير الأول السيد يحيى والحدامين ونظيره الجزائري عبد الملك سلال على توقيع اتفاقيات توجت أعمال الدورة 18 للجنة العليا المشتركة بين الجزائر وموريتانيا. إطار جديد للتعاون بين الدولتين يتوقع أن يسهم في تعزيز العلاقات ودفعها نحو مزيد من التكامل. خبراء في القطاعات المشاركة في الدورة عكفوا خلال الأيام الماضية على وضع اللمسات النهائية ل16 وثيقة هي حصيلة الدورة الحالية. تشمل الوثائق بروتوكولات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية سابقة أخرى ستشهدها الدورة الحالية بوضع خارطة طريق لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. مجالات هامة شملتها اتفاقيات الدورة كالعدل والداخلية والوظيفة العمومية والتجارة والصناعة والتكوين المهني والتعليم العالي، مع مطالب بتوسيع التعاون من خلال إجراءات قابلة للتنفيذ وبرامج تنفيذية وتحديث الإطار القانوني لمواكبة تطورات العصر ومتطلبات المجتمع في البلدين. كان لافتا هنا تسجيل الطرفين بارتياح دخول عدة اتفاقيات تخص التعاون القنصلي والازدواج الضريبي حيز التنفيذ، بالإضافة إلى المكاسب المسجلة في تنمية الموارد البشرية عبر التعليم العالي والتكوين المهني. وكان حفل انطلاق شغال الدورة 18 للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون قد جرى تحت رئاسة الوزير الأول السيد يحيى والحدامينة ونظيره الجزائري السيد عبد الملك سلالة. وعبر الوزير الأول في كلمة الافتتاح عن عمق علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين الشقيقين وإرادتهما المشتركة في تعزيز وتطوير التعاون المشترك. دفع جديد للعلاقات الموريتانية الجزائرية بدأ اليوم بانطلاق الدورة 18 للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية. الوزير الأول السيد يحيى والحدامين ونظيره الجزائري السيد عبد الملك سلال يشرفان على أعمال الدورة المنعقدة بالعاصمة الجزائرية. عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتوطيدها يمر حتما بمثل هذه اللجان التي تجتمع بشكل دوري بين البلدين. إن هذا النهج المحمد بروح الأصالة ولباء مسار مشترك بيننا رسمت لنا معالمه المضية أجيالنا المتعاقبة، ومنه نسجت وشائج علاقات بين شعبينا الشقيقين لا تنفصم عراها رافدها مدد غير منقطع من التاريخ والدين واللغة. ومن هنا تنبع الإرادة القوية لقائدي بلدينا الشقيقين فخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز وفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الدفع بالتعاون بيننا إلى أبعد مدى ممكن. وفي هذا السياق تنعقد الدورة 18 العليا المشتركة للتعاون التي نتشرف اليوم بمشاركتكم معالي رئيس الوزراء رئاسة أعمالها، وهي دورة نريد لها أن تؤسس لمزيد من الديناميكية والنجاعة في علاقاتنا المتميزة تعزيزا للمكاسب وتثمينا للفرص المتاحة أمامنا اليوم واستكشافا للآفاق المستقبلية الواعدة في مختلف المجالات. السيد رئيس الوزراء، إن التعاون المثمر بين بلدينا الشقيقين لم يغادر مجالا مهما إلا ترك فيه أثرا لا تخطئه العين، ودلائل هذا الثراء ملموسة في ميادين مختلفة كالاقتصاد والطاقة والقضاء والتعليم والتكوين والزراعة والصحة والأمن. ونحن مطالبون اليوم بتوطيد ما تحقق من إنجازات على هذه المستويات كافة وتمييعه وإعطائه زخما شديدا استجابة لتطلعات شعبينا الشقيقين وخدمة لمصالحنا المشتركة
وانسجاما مع ما يربط قائدينا من حلاقة متميزة. اجتماع اللجنة العليا المشتركة يأتي لواجه مختلف التحديات التي تمر بها الساحة الدولية والإقليمية. التطورات الدولية وسرعتها تستدعي فتح صفحة متميزة للشراكة مبنية على التعاون والتكامل الاستراتيجي في كل المجالات. التكتلات الاقتصادية والسياسية وحدها القادرة في عالم اليوم على التصدي لطوفان العولمة الاقتصادية الجارفة. بداية ببدء يسعدني أن أرحب بمعاليكم والوفد المرافق لكم في الجزائر، متمني لكم إقامة طيبة ومريحة، وراجيا لإشغالنا هذه اللجنة المشتركة العليا كل النجاح والتوفيق. الآراء تتطابق هنا على أن خيار التكامل الاقتصادي والسعي المتواصل نحو مزيد من التضامن هو المسار الأمثل الذي سيبقى مكسبا تاريخيا وتوجها استراتيجيا للدولتين. أحلام الشعبين بالتعايش والتواصل الفعلي للوصول إلى ما تتطلع إليه من رقي واستقرار يبقى هو العنوان الأبرز للدورة الحالية. ليست العلاقات الثنائية فقط ما تجمع بين موريتانيا والجزائر، القضايا الإقليمية وفي مقدمتها محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب وأمن منطقة الساحل والصحراء، كل هذه الملفات تعطي زخما إقليميا ودوليا لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين موريتانيا والجزائر. أحمد الشريف المختار، الموريتانيا، الجزائر.